رايك في العملية الانتخابية النهاردة ايه؟ يعني ان شاء الله تبقى خير باذن الله، ولسه الاقبال طبعا مش زي المتوقع يعني، بس قد يكون بعد فتره الحر والدور والحاجات دي تبقى الدنيا افضل، يبقى في اقبال افضل من كده ان شاء الله. حضرتك شايف ان حل مجلس الشعب في التوقيت الحرج دوت ممكن يكون اثر بالسلب على الاقبال الناخبين؟ ده اكيد هو الموضوع طبعا عامل، هو اولا حل مجلس الشعب، قانون الضبطيه، كل ما هو ليه علاقه باللي بيحصل ده بيدينا يقين تام ان احنا كنا في مسرحيه هزليه من اول الثوره لغايه النهارده، ان احنا كنا في مخطط بدا من اول يوم في الثوره، من اول يوم تناحي المخلوع، والنهارده الناس ثم الاستفتاء ثم وصولا لحل مجلس الشعب. كل الكلام ده سيناريو واضح جدا عشان النهارده نوصل كنا او اسوأ مما كنا. ناس النهاردة حل مجلس الشعب طبعا اثر بالسلب واثر باحباط عند ناس كتير، بس انا بقولك في نفس الوقت فوق ناس كتير، في ناس كتير جدا فاقت لما شافت مجلس الشعب اتحل، في ناس بفزعت التكويش اللي كانت الاخوان، كل الناس تقول لك الاخوان وتكويش وفزعات التكويش، النهارده الاخوان لا يملكون اي شيء غير منصب رئيس الجمهوريه اللي بينافسوا عليه، والله اعلم هل لو الموضوع مشي بشكل حيادي هياخدوه ولا مش هياخدوه. فاصبح النهارده جميع فزعات التخويف من الاخوان ده حاجة. شايف ان الفرقه اللي حصلت بين الكيانات الثوريه كلها بصرف النظر اذا كانت تيارات اسلاميه او تيارات علمانيه او ليبراليه تسببت في الازمه اللي احنا فيها ديت، ان تخش انتخابات رئاسه ورئيس جديد ومفيش دستور؟ والله يا فندم هو الموضوع كله زي ما بقول لك مخطط من الاول لبس الفرقه ما بين كل التيارات الثوريه ايا كان مسمياتها وايا كان اتجاهاتها. هو النهارده احنا من اول الاستفتاء بتاع نعم ولا كان الهدف منه انقسام الشعب الاسلاميين وغير الاسلاميين، ثم بقيه الاستفتاءات وبقيه الاحداث وبقيه الكلام وبقيه الاشاعات اللي بتطلع كلام النهارده الشعب بقى عباره عن يعني كيانات منفصله، واصبحت الانتماءات لاحزاب وليس لمصلحه البلد. فاكيد النهارده كل ده اثر في الاخر على الوضع اللي احنا شايفينه النهارده، ده اكيد يعني ما لا شك في الكلام ده، بس النهارده السبب المتسبب الرئيسي في الكلام ده اللي ماسكين باذن الله ان ربنا يريد الخير للبلد دي، وان ربنا سبحانه وتعالى هيريد الخير غصب عن الناس كلها. اللي بيحصل النهارده هو ابتلاءات، تمحيص، هو نوع من انواع الغربله عشان تبدا النهارده الناس تظهر من الناس الكويسه اللي هي الناس المحترمه اللي مع الثوره فعلا، والناس النهارده كانت بتدعي الثورجيه، والناس النهارده كانوا بيدعوا ان هم ناس محترمين وناس كويسين، كل ده اتكشف، الناس دي ما كانتش هتتكشف غير بالغربله اللي احنا حصلنا فيها النهارده. فده اكيد ده نوع من انواع الاختبارات والابتلاءات الربانيه لفعلا تمحيص الناس وغربله الناس، وان كل واحد يزرع حياته وان الاقناع تصير. رايك في العمليه الانتخابيه النهارده؟ رأيي عامة ان هو كل واحد حر في رأيه، كل واحد حر في رأيه، يعني هو لو حب ان شاء الله كل واحد حر في رأيه، يعني هو الراجل دوت بيقول حاجة بسيطة قوي، بيقول ان ده دم شهداء، افتكروا دم الشهداء، لو هم شايفين ان دم الشهداء هيرجعوا الاستاذ محمد شفيق او الاستاذ احمد شفيق او محمد مرسي، هو حر، كل واحد حر في رأيه، الراجل ما عملش اي اعتداء لغايه حال الوقت احنا فيه هاديه، يعني ما فيش اي مشاكل، كلنا انتخبنا وكلنا لغايه، وحتى ما فيش زحام، فالعمليه بسيطه يعني، وربنا يولي من يصلح، ربنا يولي من يصلح. بسبب الانتخابات، بسبب احمد شفيق وبسبب برضه الدكتور محمد مرسي، مش عاجبينهم الاثنين بصراحه، وان شاء الله الثوره لسه مستمره. ان شاء الله الثوره مستمره، هل معناها ان مش هتتقبلوا نتيجه الانتخابات ايا كان؟ والله احنا هنمشي مع الصندوق واحنا وربنا اللي من يصلح بقى. رايك ايه في العمليه الانتخابيه النهارده؟ والله العمليه الانتخابيه دي عمليه عظيمه جدا وديمقراطيه جدا، ونفسنا كنا نشوف من 100 سنه، للاسف هم اللي بيقولوا ان الناس، في ناس الشهداء هم اللي خلينا واقفين الموقف ده النهارده، لولا الشهداء ولولا دم الشهداء احنا ما كناش في الموقف ده دلوقتي. زيان بقى ولازم بعد كده لازم نحترم راي الصندوق، اللي هجيبه الصندوق هقول له سيان كان فريق احمد شفيق او سيان كان مرسي، لازم نحترم راي الصندوق وراي الشعب المصري، لا ما نحجرش على الشعب المصري، الناس اللي هتدي ده او ده على الاقل هيبقوا اكتر الشعب المصري، مش ممكن نحجر عليهم، مش ممكن نقوم ثوره مضاده زي ما الناس اللي بتنادي بثوره مضاده، ثوره مضاده على نص الشعب المصري، هل ده يجوز؟ هل دي الديمقراطيه؟ ها؟ حضرتك ده رايي.
مطلب رئيس الجمهورية القادم ايا كان اسمه. يتقي الله في الشعب المصري ايا كان سيادة الفريق محمد مرسي او سيادة الدكتور محمد مرسي، سيادة الفريق احمد شفيع او سيادة الدكتور احمد مرسي، يتقي الله في الشعب المصري. ان شاء الله هيتكرر كتير في كل 4 سنين هنعيش العرس الديمقراطي اللي احنا عايشينه. عايزين نعرف انطباع حضرتك ايه النهارده عن العمليه الانتخابيه. والله انا شايف الفتره الاخيره اللي كان فيها دربكه شويه، بس انا شايفها برضو يعني شيء طبيعي لتجربه، مش عاوز اقول اللي هي جديده قوي او قديمه قوي، ولكن هي تجربه حيه حقيقيه اول مره كلنا كشعب مصر ندخل فيها بهذه الجديه وهذه العزيمه. فاظن والله اعلم، حتى انا يعني انا اللي حصل حتى مع حضرتك والناس كلها هنا والناس اللي بنتخب ده فلان وعلان والكلام ده كله، انا مش شايفه اللي هو ازمه كبيره، لان شيء طبيعي وافراز طبيعي لشعب قعد فتره كبيره جدا جدا زياده عن 30 سنه او ما يقرب من الضغط النفسي وتحمل كتير جدا 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 في انتخابات سابقه، تهميش دوره، يعني عدم معرفته بقواعد الانتخاب الصحيحه، تعرضه اول مره لتجربه حقيقيه فاقرب ما تكون الى الحقيقه، فطبعا لازم يحصل لخبطه ولازم يحصل اشتباك. فاشتباك انا شايف اللي هو مش مذموم، اشتباك محمود، بس لازم يكون في اطار الشرعيه، ولازم يكون في اطار الاخلاق، ولازم يكون في اطار قبول الاخر، فمش زي حتى وان كان الاخر ده انا معترض عليه وضده، ولكن لازم احترم نفسي في ردودي في افعالي في رد فعلي، وفي الاخر اكون راضي ومسلم، لان البلد لا تحتمل بعد كده انزعاج، لا تحتمل ضغوط على الشعب اكتر من كده. انا بنادي بالفعل، فاهم ازاي، في كلا المرشحين اللي هم بالفعل يرضوا بالنتيجه ايا كانت، لان انا شايف اللي ده عبور، فاهم ازاي، لمنطقه جديده احنا عاوزينها وبنفكر فيها، عبور لديمقراطيه حقيقيه كلنا بنحلم فيها، واظن اللي فيها تقدم للبلد باذن الله عز وجل. لازم نحترم راي صندوق، اللي هيجيبه صندوق هيقول له سيان كان فريق احمد شفيق او سيان المصري، لازم نحترم راي صندوق وراي الشعب المصري، لا ما نحجرش على الشعب المصري، الناس اللي هتدي ده او ده على الاقل هيبقوا اكتر الشعب المصري، مش ممكن نحجر عليهم، مش ممكن نقوم ثوره مضاده زي ما الناس اللي بتنادي بثوره مضاده، ثوره مضاده على نص الشعب المصري، هل ده يجوز؟ هل دي ديمقراطيه؟ ها؟ حضرتك ده رايي. مطلب رئيس الجمهوريه القادم ايا كان اسمه. يتقي الله في الشعب المصري ايا كان سياده الفريق محمد موسى.